مستر محمد فاروق وفيديو جديد خاص بال العيد الكبير. طبعا ما ينفعش بعيد كبير او عيد ليه شعائر عندنا ما نقدرش نتكلم عنه بالانجلش. طيب ايه المصطلحات والفوكاب اللي نقدر نتكلم بالانجلش؟ عندنا عيد يعني ايه فاست فاست فاست. طب بنحتفل فيه يعني ايه سيليبريت سيليبريت. طيب الترانيم او الشعائر اسمها هامز هامز. طيب صلاه العيد براي براي. طيب بنعمله ايه في العيد؟ بنضحه. يعني ايه اضحيه او نضحي؟ ساكريفايس. ودي تمشي فيرب وناون، تمشي الاثنين ساكريفايس تمشي فيرب وناون. طيب ساكريفايس بايه؟ كاو بار بافلو كامل God. Sheep. Sheep بقى تمشي عندنا مفرد وتمشي جمع. ولينا فيديو تاني عن الكلمات المفرد والكلمات الجمع والريجولر بتاع الجمع. طيب عندنا حاجة ثالثة بقى او حاجة ثابتة يعني قاف. اللي هو ايه قاف؟ ده اللي هو العجل الصغير اللي هو ايه البيبي كاو او البيبي بافلو. تمام؟ طيب ايه العمليات اللي بتحصل هناك؟ سلاي سلاي اللي هو بيذبح الخروف سلاي. فين بقى؟ بعيدا يعني احنا بنذبحوه في بيتنا، بس مثلا احنا بنذبحوه في المجزر او المذبح اسمه ايه؟ سلوتر هاوس سلوتر هاوس. طيب بنسلخ الخروف او البقره ازاي؟ فلوت اوف ذا سكين فلوت اوف ذا سكين او الفير. طيب البقره لها قرون او الخروف له قرون اللي اسمها هورن. طب البقرة بقى بتاعتنا لما بتجري وتهرب والفيديوهات اللي كلنا مستنيينها بتاعت هروب البقر تشيس اور تشيسينج. خلوا يسلم عليكم وكل سنة وحضراتكم طيبين.